الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، هذا درس من دروسنا في قراءة كتاب الجنائز من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فلعلنا نستمع لعدد من الأحاديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. في هذا الحديث عظم شأن الشرك، وأنه من أسباب دخول نار جهنم. والشرك يراد به صرف العبادة لغير الله، بحيث نجعل لله شريكا في ما نفعله من العبادات. وفي الحديث فضل التوحيد وعظم شأن أهله، وأنه من أسباب دخول الجنان. والتوحيد بإفراد الله جل وعلا بالعبادات. قد استدل طائفة بهذا الحديث على حجية مفهوم المخالفة بأن يكون مع الحكم لفظ يشعر به أن ما يقابل ذلك اللفظ يأخذ حكما مضادا لحكمه. ولذا لما سمع ابن مسعود حديث من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، استنبط منه بواسطة مفهوم المخالفة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أما كان الحديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، استدل منه ابن مسعود على مفهوم المخالفة بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقوله يشرك جاء في بعض روايات الصحيح يدعو، مما يدل على أن الدعاء عبادة، وأنه يجب إفراد الله جل وعلا بها. وفي بعض الروايات قال من مات يشرك بالله أو يجعل لله ندا، يعني يماثله فيما يصرف له من العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن الشرب في آنية الفضة وحلقة خاتم الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والسندس، وعن ركوب الميارث الحمر. قوله في هذا الحديث أمرنا، وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وقد قال أهل العلم بأن المراد هنا فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض أجزأ عن البقية. وأول ذلك اتباع الجنائز، فلا بد أن يوجد في الأمة من يقوم على الجنازة بتغسيلها وتكفينها ونقلها ليصلى عليها ولتدفن. والأمر الثاني مما أمر به عيادة المريض، وأكثر أهل العلم على أن عيادة المريض من المستحبات، وقال طائفة بأنها من الواجبات، وظاهر الحديث يدل للقول الثاني.
الأمر الثالث مما أمر به إجابة الداعي، والمراد بإجابة الداعي أن يحضر ويؤتى إلى من دعاك دعوة الطعام. وأكثر أهل العلم على أن كلمة الداعي هنا يراد بها الداعي إلى وليمة النكاح، قالوا لأن الأحاديث قد وردت بإيجاب إجابة دعوة النكاح فيحمل حديث الباب عليها. وأما الأمر الآخر فنصر المظلوم، والمراد به إزالة الظلم عنه. والأمر الآخر إبرار المقسم، يعني تنفيذ قسمه وعدم مخالفة ما أقسم به. وقد اشترط أهل العلم لذلك أن يكون فيما للإنسان حق فيه، وأما أن يستخدم القسم لأخذ أموال الآخرين وحقوقهم فهذا لا يدخل في حديث الباب. وأما الأمر الآخر مما أمر به فرد السلام، ولذا قال أهل العلم إلقاء السلام مستحب ورده واجب. وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقوله حيوا فعل أمر يدل على وجوب رد السلام. وأما الأمر السابع فتشميت العاطس بأن يقال له يرحمك الله. وقد جاء في أحاديث أخر بيان أن التشميت لا يلزم إلا إذا حمد العاطس لربه، وأن من لم يحمد فإنه لا يشمت. وفي الحديث النهي عن سبعة أمور، أولها الشرب في آنية الفضة، فأخذ من ذلك النهي عن الأكل فيها والنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب. والأصل في النهي أن يدل على التحريم وتأثيم فاعله. وأما استعمال آنية الذهب والفضة بدون أن يؤكل فيها أو يشرب فالجماهير على المنع من ذلك، لحديث حذيفة فإنه قال عن هذه الأواني فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل هذا على أن أهل الإسلام لا يتملكونها. وحديث الباب عام يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار. وقوله آنية الفضة ألحق به ما كان فيه شيء من الفضة إلا ما استثني من تضبيب الإناء بالفضة، لحديث أنس انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فضببه بفضة. وكذلك مما نهي عنه حلقة خاتم الذهب، فإن الرجال يمنعون من لبس الذهب سواء كان حليا أو كان في ثيابهم. وقد جاء في الأحاديث استثناء النساء من ذلك، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبا من ذهب وثوبا من حرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال على إناثهم. وقال بعض أهل العلم بل المراد به كل ما كان محلقا، وجماهير أهل العلم على أن المحلق غير منهي عنه لذاته بالنسبة للنساء. ومما نهي عنه لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والسندس، وهي أنواع من أنواع الحرير يمنع الرجل من لبسها، ويدخل في هذا
فرشها على الأرض ووضعها على موطن الجلوس وتكسية البدن بها. وأخذ من هذا أن من غطى عورته في الصلاة بثياب الحرير لم تصح صلاته، كما قال بذلك بعض الحنابلة، لأن النهي يقتضي الفساد. قال: وعن ركوب المياثر الحمر، والمياثر الحمر ما يصنع من جلود السباع، وكانوا يجعلونها على إبلهم ودوابهم ليجلسوا عليها، فنهي عن الركوب عليها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. قوله في هذا الحديث حق المسلم، يعني أن هذا من الأمور الواجبة التي يجب الالتزام بها، وقوله خمس يعني على التمثيل، وإلا فقد ورد وجوب غيرها كما في حديث البراء السابق. أولها رد السلام فهو من الواجبات، وقد اختلف في رد السلام هل هو من فروض الكفاية أو فروض الأعيان، بمعنى أنه إذا سلم واحد على جماعة فهل يكفي في إسقاط الواجب أن يرد واحد أو لا بد أن يرد الجميع؟ الجمهور على أن المقصود إيجاد رد السلام ولو من واحد، وبالتالي يقولون بأنه إذا رد واحد سقط الإثم عن البقية. والثاني عيادة المريض، وقيل لها عيادة لأنه في الغالب يحتاج إلى تكرار الزيادة، مأخوذ من العود. والثالث اتباع الجنائز، وقد جاء في الحديث تخصيص ذلك بالرجال، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بجنازة إلى المقبرة فتبعه النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وإجابة الدعوة وتشميت العاطس تقدم الحديث عنهما فيما مضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حباره، فجاء فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، تبت حيا وميتا، والله الذي نفسي بيده لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال: يا أيها الحالف على رسلك اجلس يا عمر، فأبى، فقال: اجلس، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ثم قال:
أما بعد، ألا من كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما يسمع بشر من الناس إلا يتلوها. قال: فنشج الناس يبكون. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها. علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. وقالت عائشة رضي الله عنها: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى الشاكرين. قال: فاجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر رضي الله عنه: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: هل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. هذا الحديث يذكر قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاته من أعظم المصائب التي أصيبت بها الأمة. في الحديث أن أصحاب الإنسان قد يفارقونه لأداء أعمالهم، فالسنح أرض بجوار المدينة وفيها زراعة لأبي بكر الصديق، في هذا دلالة على جواز اتخاذ الضيع والمزارع والبساتين واشتغال الإنسان فيها. وفي الحديث أن الإنسان قد يغيب عنه بعض مدلول كتاب الله جل وعلا، كما غاب عن عمر ما ورد في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، وقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وفي هذا أن عمر بلغ ما وصل إليه اجتهاده، وسعى في رد الناس عما كان يظن خطأه. وفي الحديث التحذير من ترك سبيل الهدى لأي سبب. وفي الحديث ركوب الإنسان على فرسه وسرعته في القدوم. وفي الحديث دخول الإنسان على الميت بعد الموت، بعد أن يدرج في أكفانه، كما فعل أبو بكر حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله:
وهو مسجى، أي قد غطوه ببرد حبرة، المراد به ثياب يمانية فيها تخاطيط وخطوط. فجاء أبو بكر فكشف اللثام عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز كشف وجه الميت بعد تغسيله. قال: ثم كب عليه فقبله، فيه جواز تقبيل الميت. وفي الحديث جواز البكاء على الميت خصوصا إذا خرج بدون إرادة ولا قصد من الحزين. وفي الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثباته على الحق. وفي الحديث أيضا دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه بهذا الكلام العظيم. وفي الحديث أيضا أن الإنسان لا ينبغي به أن يبادر إلى إنكار ما جاءه من الأخبار حتى يتيقن منه. وفي الحديث أن من علم الحق أسكت من لم يعلمه ممن يتكلم بغير علم. وفي الحديث أن الإنسان لا ينبغي به أن يقسم على شيء إلا بعد أن يتيقن منه. وفي الحديث البداءة للخطبة بالشهادتين. وفي الحديث فضل أبي بكر وإقبال الناس عليه حتى في زمن النبوة. في الحديث مشروعية بداءة الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه. وفي الحديث مشروعية تضمين الخطب كلمة أما بعد بعد الثناء على الله والصلاة على نبيه. وفي الحديث أنه لا يجوز تصريف أو صرف شيء من العبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدعى ولا يسجد له ولا يركع له ولا يخاف منه ولا يخضع لذاته، وإنما يطاع الله جل وعلا بذلك. في الحديث إثبات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد في قوله إنك ميت بالتشديد، أي من شأنك أن تموت، وليس المراد به أنك ميت في الحال، لأن ما كان كذلك فإنه يقال على التخفيف ميت. إذا قيل هذا ميت يعني سيموت، إذا قيل هذا ميت معناه أنه قد مات. وفي الحديث أنه لا يبقى أحد من الخلق مخلدا. وفي الحديث إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الحق باق لا يتضرر بموت أحد ولا بحياته. وفي الحديث أن من ترك سبيل الهدى بسبب فتنة تصيبه فليتحمل آثار فعله فإنه لن يضر الله شيئا. وفي الحديث أن الإنسان قد يكون عالما بحكم شرعي أو آية أو حديث فينسى أو يغفل عنه غفلة إذا ذكر به تذكره. وفي الحديث تلاوة الآيات في المواعظ والمجامع العامة. وفي الحديث أن الإنسان إذا سمع خبر وفاة تيقن منه فلا حرج عليه في البكاء، ولذا نشج الناس يبكون. وفي الحديث أن الإنسان إذا رد إلى الحق وعرف بالدليل وجب عليه الاستدلال به والانطلاق منه والأخذ بأحكامه. وفي الحديث أن صاحب الجهالة متى عرف بالحق فينبغي به أن يخضع للحق وأن يستجيب له.
وفي الحديث أن خطبة الترهيب لا تكفي كما أن خطبة الترغيب لا تكفي، وينبغي الجمع بينهما. ولذا كان كل واحد من الخطبتين نافعا. وفي الحديث أن بعض أهل المدينة قد يكون فيهم شيء من نفاق يردهم عن قبول الحق. وفي الحديث أيضا فضيلة أبي بكر وإرشاده للناس. وفي الحديث تحريم أن يكون في الناس إمامان، ولا بد أن يكون أهل الإسلام على إمام واحد. ولذا لم يقبل أبو بكر ومن معه من سعد بن عبادة قولهم منا أمير ومنكم أمير. في الحديث الذهاب إلى مواطن الناس واجتماعهم من أجل نصحهم وإرشادهم. وفي الحديث من الفوائد تقديم الأكبر في السن للحديث عما قد يشكل وما قد يراد به الحجاج عند الآخرين. وفي الحديث أن الإنسان قد يهيئ في نفسه كلاما لكنه يجد أن كلام غيره أفضل منه. واستدل الأشاعرة بهذا اللفظ في قوله وكنت قد هيأت كلاما، قالوا هذا دليل على أن الكلام يطلق على المعاني النفسية، والصواب أن الكلام يراد به الأصوات والحروف. ولذا علق السماع به في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وفي الحديث إلقاء المواعظ في المجامع العامة خصوصا إذا كان لها سبب. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يجوز أن يكون هناك إمامان لما يخشى عليهما من التعارض والتضاد. وفي الحديث فضل قبيلة قريش وأنهم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. وفي الحديث فضل عمر رضي الله عنه وأبي عبيدة رضي الله عنه. وفي الحديث مبايعة الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه استدلالا بكونه من خيارهم بل خيرهم على الإطلاق. ولذا قالوا أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من أراد تفريق الكلمة فإنه لا يلتفت إلى ما يطلبه أو يتكلم به. وفي الحديث أن الإنسان قد يكون كارها لبعض أقدار الله فيكون الخير له في ألا يتجنبها. فهذا شيء من أحاديث هذا الباب وفوائده. بارك الله فيكم وفقكم لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.